الحاجه الوحيده اللي غادي تبدا بها من الاحسن كنقول لك بلا ما تمشي للكتوبه، يعني بلا ما تمشي للكتوبه ديال الابتدائي. الكتوبه ديال الابتدائي فوقاش غتستعنوا بهم ملي غتلقى شي يعني شي سؤال ما فهمتيش، يعني شي درس مازال ما فهمتيش، ولكن خاصك تمشي لي انطلاقا من الامتحان. يعني ملي كنبغيو نبداو البريباراسيون ديالنا كنبداوه من الامتحانات. دونك الامتحانات راه هما اللي كيوريونا الطريق 100%. يعني غادي تشوف، غادي تشد بزاف ديال الامتحانات اللي مروا السنوات الماضيه مع الاجوبه ديالهم، وغادي دير المقارنه تشوف الاسئله اللي كتعاود ديما. غالبا كيحطوا نفس الاسئله، ولكن يعني من غير ماشي نقولوا نفس الاسئله، ولكن نفس الدروس، كيغيروا فقط الكلمات الجمل وغير ذلك. انت خصك تفهم لوبجيكتيف ديال كل درس، يعني كل درس شنو الهدف منه. هادشي علاش كيركزوا هما. دونك كيبدلوا فقط مثلا، كيبدلوا في واحد السؤال مثلا واحد الكلمه كل عام تيبدلوها بحال هاد الشكل هذا. دونك الفهم ديالك خاصو يكون مبني على داك الامتحان، ماشي غير غتشد كتاب او المهم شي مرجع ديال الابتدائي ولا غير ذلك. بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا السلك الابتدائي، يعني ديال السادس او الخامس او ديال الاعدادي، وتبدا تحفظ هكاك او تراجع هكاك بدون هدف محدد. يعني خاصك تراجع، قبل ما تراجع خاصك تشوف الامتحان شنو هما الاسئله اللي كتحط، تقلب الاسئله كامله باردون، تقلب الاسئله كامله. السؤال اللي فهمتيه راك فهمتيه، السؤال اللي ما فهمتيهش داك الساعه كتمشي تبحث عنه، كتمشي بهذه الطريقه هذه. ودونك في الاخير ملي كتضرب ثلاثه السوايع ولا جوج السوايع يوميا، من بعد ما كتبقاش تلقى واحد المشكل. يعني من بعد كيوليو عندك بزاف ديال الالتزامات، يعني ما تبقاش تلقى الوقت، يعني خاصك تستغل الفرصه في هذا الوقت هذا. دونك باش ما نطولش عليكم، دونك هادشي اللي كاين. دابا نعطيكم التوصيفات ديال شنو خصكم تراجعوا بالنسبه لعلوم التربيه. السلام عليكم، هنا غادي نشوفوا توصيف ديال ماده علوم التربيه والمستجدات. فوالا هادو هما المفاهيم اللي خصكم تعرفوا، وتزيدوا شي حاجه المهم هادو هما ليسونسييل. كاين اولا في توصيف ماده علوم التربيه كنلقاو مفهوم التربيه، مفهوم التعلم والتعليم كذلك، مفهوم التدريس، مفهوم علوم التربيه، مفهوم التثقيف، مفهوم التنشئه الاجتماعيه. بالنسبه للكفايه خصك تعرف مفهوم الكفايه، الانواع ديال الكفايات، ومفهوم الادماج. بالنسبه للديداكتيك خصك تعرف مفهوم الديداكتيك، النقل الديداكتيكي، مراحل الديداكتيك يعني مراحل انجاز الدرس، مفهوم التخطيط، مفهوم التدبير، ثم مفهوم التكوين. بالنسبه للبيداغوجيا خصك تعرف مفهوم البيداغوجيا اش كتعني، انواع البيداغوجيات، مفهوم الكتاب المدرسي، مفهوم المنهج المدرسي، وسائل التنشيط، نظريات التعلم الى اخره. دابا نشوفو مستجدات التربيه والتعليم يعني في بلادنا. كتلقاو الميثاق الوطني للتربيه والتكوين ومع الكتاب الابيض، خصكم تكون عندكم واحد الدرايه عليهم. غادي نعطيكم هادشي كامل في صندوق الوصف. البرنامج الاستعجالي، الرؤيه الاستراتيجيه، تدابير ذات الاولويه، خارطه الطريق اللي كاينه مؤخرا، تشوف مستجدات التلميذ يعني شنو قالوا على التلميذ، مستجدات ديال المدرس، مستجدات ديال التعليم الابتدائي والتعليم الاعدادي، وكذلك التعليم الثانوي التاهيلي، يعني الواجبات والحقوق ديال الموظفين الى اخره، ديال الاساتذه، ديال المدير، وديال الاطار الى اخره، الاطار التربويه. مستجدات الصحه المدرسيه يعني الحياه المدرسيه الى اخره، مستجدات الهيكله للمستويات الثلاث، يعني مستجدات الاطار التربويه يعني كتعدى بشويه. فوالا هادشي كامل غادي نحطو لكم في صندوق الوصف، وشوفوا نتوما شنو بغيتو تراجعوا. اذا كنتمنى لكم التوفيق.